اللحم الحلال في البرازيل، دبي زي ما احنا شايفين كده، في البرازيل هنا موجود جميع انواع اللحوم الحلال، اللحمة المفرومة دي عبوة 462 جرام سعرها 19 ريال برازيلي، وقلنا لكل 5.5 ريال برازيلي بيكونوا 1 دولار. دي اللحمة المفرومة، موجود اللحم قطع، ده مركز اسمها الحاج بيف، ده لحم برازيلي 100% زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي عبوة وزنها 464 جرام سعرها 14 ريال برازيلي. زي ما احنا شايفين كده جميع انواع اللحوم الحلال في الماركت البرازيلي، زي ما احنا شايفين كده كل شيء وعليه سعره. دي لحمة اسمها الحاج بيفي، دي اسمها بلاك بيفي، 700 جرام سعرها 77 ريال برازيلي، زي ما احنا شايفين كده مكتوب عليها حلال. لكل اصحابي واخواتي اللي سألوا عن اللحوم الحلال البرازيلية وحبوا يتأكدوا، طلع لكم فيديو جديد النهارده اوريكم اللحوم واسعارها. حاج بيف زي ما احنا شايفين كده، دي كيلو و30 جرام سعرها 55 ريال برازيلي. بحب دايما اعرفكم اسعار اللحوم في البرازيل، تاخدوا فكره معايا دايما بوجودي في البرازيل، بحب اوريكم وافرجكم دايما على اللحوم البرازيليه الحلال. ده البيكانيا، دي احسن قطعه في البرازيل مخصصه للشوي، بيجي نصها سمين زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي كيلو 350 جرام سعرها 207 ريال برازيلي. وبكده اصحابي واخواتي اكون اديتكم فكره بسيطه عن اللحوم البرازيليه الحلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.